من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا للخير. أهلا وسهلا بكم جميعا في حفل إطلاق وإشراف جمعية أسرة الخيرية التقوية والتي أصبحت تمثل في شكلها القانوني الجديد إحدى مؤسسات المجتمع المدني والتي ستسهم إن شاء الله في تعزيز الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. إن قصرى وإن كانت صغيرة بمساحتها الجغرافية إلا أنها قدمت الكثير على مختلف المستويات علماً وأدباً وبطولة. فأول مدرسة أنشئت في قصرى قبل حوالي 100 عام كما قدمت عشرات الشهداء في ساحات البطولة منذ عام 1936 وحتى الآن. فأنت الأم حانية كمثل النبع للظمآن وأنت الروض يغمرنا بفوح عابق فتان. وحي الله كوكبة من الحراس كالعقبان حموا بالسيف قريتنا حموا بالسيف قريتنا من الشذاذ والقطعان. وأبارك لكم إنشاء هذه الجمعية الطيبة باسمها ورجالها وأهدافها. أبارك لكم هذا العمل الخيري الإنساني العظيم الذي سوف يفيد أهل البلد ويبقي التفاعل فيما بينهم. ذكر بعض الإخوان بأن هذه الجمعية هي خيرية تنموية وهذا صحيح، ولكن أيضا هي مكان لتجمع وتلاقي أهل البلد الذين انتشروا في بقاع الأرض وانتشروا في أنحاء الأردن، وأصبح التواصل عملية لا تتم إلا من خلال جمعيات ومناسبات محدودة. فالتواصل والتعاون فيما بينكم هو أمر أساسي حتى تبقى الذاكرة الفلسطينية وتبقى المواطنين فيما بينهم متماسكين مترابطين. كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة لسوانا نتسابق والأكرم فينا إنسان يبني الإنسان. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا.